السلام عليكم. كنشكر هاد القناة اللي جات عندي، كنشكركم بزاف. انا سعدية الصحراوي من سيدي بيبي، وتوفى لي الراجل، خلى لي هاد الحانوت. كنصرف فيها واحد شويه لوليداتي، وتغلبت شويه بالوقت والزمان، تغلب مشى ليا شويه، كيتمشى ليا هو ديال الطاي شويه، كما على حسب المواد الغذائيه وهذا الشيء ما كيتمشاش ليا. وتغلبت شويه مع المدرسه والسوايع وهذا الشيء ديال الدراري المصروف، تغلبت واحد شويه ودرت واحد القناه. فكرت ندير قناه زعما قلت نتعاون بها، شفت الناس زعما قلت بحال هكا نتعاون بها، ما ربنا الا سخرت شي حاجه نتعاون بها على الوليدات. هذا الشيء اللي شنو هو المحتوى ديال هذه القناه؟ شنو كديري فيها؟ شنو بغيتي ديري مستقبلا؟ كنشارك فيها داكشي اللي كندير في داري، كنحطو فيها اي حاجه درتها تكون زينه ولا سميتو بحال هكا. المهم حاجه بسيطه الا درتها، الماتيشور البيض، درت شي حاجه اللي سميتو كنحطو فيها. والناس كيعجبهم داكشي كيتابعوا؟ ايوا شويه الحمد لله. شنو هو الامل ديالك والطموح ديالك في الحياه عموما في هذا المحل هذا؟ واش طوري واش كذا؟ وفي القناه شنو بغيتي؟ ان شاء الله كنتمنى من الله، الا كتبها الله الشيء اللي كنطلب من سيد ربي. شنو كتطلب؟ كنطلب بغات تطلع القناه ديالها، القناه ديالي شويه كنطلب منهم يدخلوا عندي القناه ويبارطاجيو ليا ويتعاونوا معايا. اختي بغيت الناس يدخلوا عندها، يدخلوا خوتنا وخواتاتنا المغاربه، يدخلوا يدعموا اختي، يشجعوها في القناه ديالها. هي كتشارك معهم يعني ابسط حاجه اللي دوزاتها في النهار ديالها، كتشارك معهم يومياتها، سواء يعني طيبات شي حاجه زوينه ولا عاديه ولا غير كتهضر معهم. بغات ديك القناه ديالها تطلع باش تعاون بها مع وليداتها، بغات تخدم في الحلال، دايره هذا الكراج كيف ما كتشوفوا، راه كلشي قدامكم، ما كيتمشى فيه والو الا الكارو والخبز والحليب، بحال هكا ما كتصور فيه حتى 20 درهم في النهار. وانا الجهد ديالي انا حابسيني من الخدمه عفوا، حيت كتعرفوا راه هاد الكورونا وهاد الشيء، وبغيت نعاون اختي وبغيت تطلع هاد القناه وتعاون بها مع وليداتها وتشوفهم كيف ما كتمنى، حيت ما عندهاش اللي يعاونها. شنو المحتوى اللي كدير؟ شنو المحتوى اللي كتفكر دير مستقبلا؟ هي كتفكر يعني تشارك معهم يومياتها في القناه، الا خرجت لشي بلاصه ما كاينش الجهد، اما راه تخرج للبلايص وتصور في القناه ودير كلشي، ولكن ما كاينش الجهد. تجيب خاوي قال لك العين بصيره واليد قاصيره، والحمد لله. بغيت اختي نشوفها في احسن الناس يا ربي، وبغيتها يسهل عليها الله وتكون تشوف وليداتها كيف ما بغاتهم، حيت ما عندهاش اللي يوقف معها. الراجل اللي كان كيوقف معها الله يرحمه بات وليداتها. اشترك الان في قناة اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.